يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا حبيب القلب يا خير البرايا الله.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق أن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل ولو ظلم توي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن أجلتي به تعترت الدرك والمنازل وبعنف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى آزين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عد قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئمة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر الأفراح في سحري
بها سكون إفضل ممطرة مقدرة ترب في الأعشاب وزهر واليسرين وأنت أكرم من
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فلما نظم الفكر من نرى لأوصاف محمد وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بالعمل المقبول والتوجه بالتوجهات الخالصة والسنات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساك بؤس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتكلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعي من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولآلك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضلنا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن أصعد الحبيب موزرة وباله وظهرة وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وواجهنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وارم هذا الدين القويم في جميع الأبطال منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا واشف اللهم كربة المكروب واقض دينا مدينا واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب
في الحسن الحصين من جميع البرايا. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.